السلام عليكم، good morning student، how are you؟ كيف حالكم يا رابع؟ شو أخباركم؟ يس we will talk about complete the rule. طبعا simple past رح نحكي عن simple past تكمل لها. حكينا عن simple past، رجعنا بشكل سريع عن simple past الماضي البسيط. بهمني أعرف إنه في عنا أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. طيب حكينا كيف الأفيرماتيف فورم الشكل المثبت للجملة كيف بيكون في الماضي. الآن رح نحكي عن نيجاتيف فورم وكوستشن فورم، فركزوا معي كتير منيح. نيجاتيف فورم الشكل المنفي، كيف أنا بدي أنفي، كيف أنا بدي أنفي بالماضي. تبدأ أنت بسبجكت بفاعل، يعني is أو يعني he وshe وit they we okay. بعدين didn't نفي الماضي didn't، خلص بنحط بعد الفاعل شو didn't، شو نحط بعد الفاعل didn't. بعد didn't بيجي عندي verb one، بيجي عندي verb. ليش verb one؟ لأنه didn't تجرد الفعل. ليش؟ لأنه didn't تجرد الفعل. طيب إذا بعد didn't بنحط إيش؟ verb one بعدين complement. for example he didn't go to bed early last night، هو لم يذهب إلى السرير مبكرا الليلة الماضية. إذا هنا هي فاعل didn't، بعدها بعدين go verb one. طيب to bed early last night، they didn't play the piano last week، هم إيش؟ لم يعزفوا على البيانو الأسبوع الماضي. they فاعل بعدين إجت بعدها didn't، وبعدين بعد didn't play verb one مجرد، last week دليل. she didn't play football yesterday، yesterday دليل، she فاعل أخذنا didn't، وبعدين بعد didn't إجا عندنا verb one. يا رب الفكرة، شوفوا كيف أنا بدي أحل التمارين، وعلى هذا التمارين إحنا رح نفهم أكثر. يلا correct the verb between brackets. I فراغ not finish my work. إذا هنا شو لازم أعمل؟ not my أو sorry I finish my work yesterday. طبعا أول إشي بطلع عليه إنه yesterday دليل، صح؟ معناها أمس، بدلني على الماضي. طيب عندي not بين قوسين not finish، يعني أنا لازم أنفي. لما أشوف النت بستخدم النفي، شو بستخدم؟ النفي. فشو كيف إحنا بنفي بالماضي؟ ما إحنا أخذنا إنه بعد الفاعل شو بحط؟ طوالي didn't، خلاص هي انحلت المشكلة، هي نفينا. شو ضل لنا؟ إنه أحط verb one بعد didn't. شو verb one هنا؟ finish. خلاص بحط إنه هنا شو؟ finish. فبصير شو؟ I didn't finish my work yesterday. يلا number two، تامر فراغ not see the film yesterday. إذا تامر not film yesterday، not feel not see the film yesterday. yesterday دليل بدلني على الماضي، تامر فاعل، إذا not see بدي أنفي، أنا لازم أنفي بالماضي. not هون لازم أنفي. شوف تصير تامر didn't، نحط see ولا so see. ليش؟ لأنه didn't تجرد الفعل، يعني لازم هنا verb one أحط. 3 my mom فراغ not cook myself last week. last week دليل بدل ماضي، إذا my mom didn't cook myself، didn't cook myself. إذا هيك إحنا نفيناها. نجي للسؤال يلي بعدين. شو السؤال بحكي لنا؟ change the sentence to negative، يعني بتحول هاي الجملة لنفي. يلا نركز فيها كثير منيح. we went to the garden last week، تنزل الفاعل we، بدنا ننفي، احنا طلب منا نفي، فبحط didn't. ال went هاي بتصير الفعل هون بصير go، وكمل الجملة عادي طبيعي بصير we didn't go to the garden last week. طيب هيك احنا نفينا الجملة. نشوف الـ question form yes or no في حالة السؤال بهل، يعني شو يعني هل؟ يعني تبدأ بـ did، السؤال يبدأ بـ did. طبعا هاي لازم نركز عليها كثير منيح. أول إشي كيف بدي أعمل سؤال؟ بنحط did بالبداية، بعدين الفاعل subject، بعدين verb one، بعدين complement، بعدين complement، بعدين بنشوف الـ question mark. إذا did بمعنى هل، بدي أعمل سؤال بدي أبلش بـ did، بعدين subject الفاعل،
بعدين verb one. Did he go to the gym yesterday? تبدأ أنت did he go to the gym yesterday. بعدين فاعل بعدين verb one. Yesterday دليل. إذا هل هو ذهب إلى النادي الرياضي أمس؟ Yes. نجاوب yes بنحط بعدها كما بعدين فاعل بعدين did بنحكي yes he did. No he didn't. Okay. Did she go to the bed yesterday early last night؟ يعني هل هي ذهبت إلى السرير مبكرا الليلة الماضية؟ Yes she did. Yes بنحط yes بعدين كما بعدين الفاعل she بعدين did. No كما she didn't. No she didn't. didn't من فيها لأنه أصلا عندنا no. نكمل. طيب خلينا نحل التمارين الموجودة عندي هون. Did you فراغ my parents yesterday؟ آه. طيب الفعل بين أقواس بدي أحوله. الإشي yesterday عندي دليل ماضي فالفعل بين أقواس بدي أحوله. عندي did. عندي did خلص تجرد الفعل يعني طوالي بدي أضيف visited. visit sorry. إذا did هون did نبلش به هل بعدين فاعل بعد حكينا بعد الفعل verb one مجرد فvisit بضلها visit زي ما هي. change the sentence to question بدي أحول هذه الجملة إلى سؤال. we went to France last month تعملها سؤال بصير did إيش we went بتصير go to France last month أصحيح حولناها. Did we go to France last month؟ هل شوف هل نحن سوف نسافر أو هل نحن سافرنا إلى فرنسا الشهر الماضي؟ طيب بس عندنا هاي الشغلة البسيطة الموجودة عندنا ما بدنا كثير نركز عليها بس لازم نعرفها. WH question لما يكون عندنا سؤال بس بأداة الاستفهام يبدأ. أداة الاستفهام عندنا وين بمعنى متى what ماذا وير يعني أين. بيجي بعديهم did وبعد did subject وبعدين subject verb one مجرد بعدين compliment. مثال على ذلك when did he play the piano متى هم يعزفون على عزفوا على البيانو. طبعا هنا إيش هذا السؤال بدأ بال WH question when بعدين did they إيش فاعل بعدين الفعل verb one لازم يكون ذبيان وكملناها. طبعا هاي الأفعال إحنا اللي لازم نحفظها هاي اسمها regular verbs يعني الأفعال غير منتظمة هاي إن شاء الله رح نحفظها يا رب. يعطيكم ألف عافية.